حوايه وفاسكم وقت الصوت فقط عشان ما نفضحوني جلس. وضع متوسط. عرفت اكسبه في المتوسط. مش عارف ايه مشكلة الهارد ده، هارد ولا اكستريم افضل. ليس سيئا. تلك كلمتك الاخيرة. بيبو بيكي انت كان عليك ان تسحبها. اوكي هي دي الحتة اللي كان عليها صعب. هي دي اللي حتى عانتني في الصعب. بطأ سلام. يا سلام، يا ريت مش يكون في مرحلة تانية. شت، لسه في مرحلة تانية يعني لازم الأقوى يعني تفخروا. هاي رديت هنا وجني أتتلك وقت الثانية. شوفي أنا في آخر لحظاته. شوفي العالم من السنين في سنين وأهدنا أحصل على هذا. أنت كسرت هذا. لعنة العالم، سوف تكون مدري سبمتا. يو فريك. شكرا. شكله عامل كده ليه؟ البنت شكلها جدا جدا عايشة حياة حلوة. هاي النية حظوظة. البنت مبسوطة يا جدعان. متخافوش. يا منكوشة. منكوشة.
حرفيا يعني من المتوسطين. وعمالي اشتمني شتايم وحشة. هو ده اللي انت قلت عليه يا كلب مفهوم. وضعية بدون نت. انا احتفظ بالفيديو ده لغاية ما يجيلي نت وقتها تنزلي. صح؟ كسر القاعدة الأولى رقم 1. شيش ساحل شيش البنت مسكينة خلاص ضوءك بس كده اتفرمت نكت سونجا. يا سلام اتخلصنا من الورع. هيك يا بوي فريند اهلا هنا حبيبي، تريد ان اخبرك في دعوة ما الى مطعم؟ لا بس ايوة عشان هي تدفع بحسابها. اوكي اخبر صديقة ابوي ليدعوني لبعض الاسباب. انه مطعم مفضل سأل كيف هو عالم اي حال اريد ان اخذك تأكيد نقابل بعضكم. انه عمي عظيم. هيا دعنا نذهب ونتصل بالتاكسي. هو من متى تتكلم سيدي؟ وين تتوجر ترون تميت جيرفريند انكل ثم بيحكي انهم راحوا لبروفوند نيتك حبيبي يريد ان يذهب للحمام. اعذروه انتظرين هنا. بيكو بيكو. اوكي اوكي شكرا مي دير ماي لاب. وات از ذس شاي بوبس البيبس الخجولة البيبس الخجولة. احبك حبيبي. انا حاسة اني هموت وامرض. يا ريت لو اليوتيوبرز الناس اللي بيتابعوني يعرفوا يترجموا ده. البنت دي انا حاسة بوجع في اسناني وانا بترجم. شيت نحن تقابلنا بعد سنة من الاختباء. شكنك من مدى هو أريوبان. انتظر من أنت لذا بدأت دواجة جاء برجل آخر إنها فرسة أخرى. ثم يا رجل من صوت أنت مين أنت؟ أنت أنا مش عارفة إلا حاجة بها فيك الصراحة، بس لما انتم مخلوقات زي بعض هو اصلا محللين سبب البعض. المود ده خلاك كده. سوف تعني انهي هذا كله غادر. المود ده يود انت تلاحظ انها تستخدمه وتستغله قصدي. لا مش ملاحظه صغير. دي بتدعوني عشان اكل اكل بالمجان على حسابها. دي طيبه مش هتعب منها. هلا اساس انك تعمل دعوني على حسابك ونسيبها. الوضعيه دي غبيه. احس اعمل اني هعمل هارد عشان اندم. هو عملها اي سي اوعى تقولي نعملها اي سي. اسمعك يا مولي. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 هو حاطنا على مطعم بحسابه هو. يلا دلوقتي ورينا التخفيخ. بس هو ده نفسه كان هيكون أجمل صح؟ المود بتاعك مش مجلطش يا حلو. يا سلام صوابعي كلها تتك في درار واحد. يا سلام يمكن اندم لانه في مرحله ثانيه هو وجه اخر.
صح، طالما هو معقد كده في وضعية الهرم ده، لأن التاني وراني وجه آخر خالص. في واحد مسالم مسالم لغاية ما تيجي تهزمه بعد 1000 سنة، ويطلع لك ولا أذى على بس شرط. ليه العالم ده كله؟ الولد ده لازم يمتلك جائزة الأوسكار في الأغاني، يعرف يغني أغاني متعددة أحسن من أي مغني. أنت بتقول لي أغنية من دماغك، هو بيعملها. اسكتي أنت بقى، ها سفلة مسجلها. استعملتني لي مرة والآن انظر لي أنا أطوف الهيكل العظمي. استعملت وده الموت صح؟ بيبوش ليه بيبو دي يومين قضوا من القصة، فرصة أن تغادر أو أن أتوقف حتى أحصل يدي على هذا الطفل الصغير. أوكي أنا شكلي هندم، واضح السرعة. يوتيوب صور صعوبة تشيك. أنا دماغي تفوت شوية. هتفكر الوقت كنت يكسر الولد على اساس انك مش هتكسري من اول ضربة. مين اللي هكسر وانا عارف اكسر الولاد؟ انت كسرتي 9 مليون مرة من اول ما تبدأي. لا حتى في البنت دي الوضع سهل كسرتيه كده اول مرة العب اللعبة. طب انا اول مرة مش كسرته. شو خلاص بقى يا اخي، ايش الشطابات الكتير دي؟ انت عايزني اتكف، انت عايزني كده استعمل 4 اصابع في وقت واحد. خلاص خلاص ساي هيو رموت يا طب عليكي. ازاي تكف كل ده؟ حد يفهمني. على الاقل اعملوا منطقي اكتر في المود. تكف كل حاجة عشان هما كده عايزينك تتكف كل حاجة. فزتي في اخر لحظة انت بتموتي. انك التراوند اللي مش هتسامحني فيها. يس هينتف كل شعراتي. لا انت عيشت صح. خائف قالك عن هذا الولد متعور يا حيوان. تظن اني غبي لما نلف رجل ده متفاخر. يس البنت وضعية البنت اكبر منكم يا جدعان. خسارك مش هتقدر. لا ادك انت تساعديني. انت دفني بجد هخسارك. انت تبي تساعديني. انت تساعديني تساعديني يا بنت. تعالي تعالي بس مرتاحة كل انت كده وبس. اوكي الحالة الغبية اللي ملهاش دلوقتي. بنكسر كده وات ذا فاك.
انت تتكيت صح؟ قولي بجد. اتكيت. هدي اجرب. قلت لك تعمل اربع صبايا انا. لا تسالوني لو ده غش، لان الولد ده بيغش. مساعدني بالهاك. نو هتموت بسرعة. لا مش هموت بسرعة زي. أنا متأكدة أنت هتموت بسرعة. متأكدة؟ هي تأكدي. أنا بس طلعي يا ناهد. اشتكي تحت اشتكي فوق. اشتكي فوق يا ناهد عشان مش هعمل. وانت بتضطري معايا؟ مستحيل قومي. ادري انه مستحيل بس اي هاكر يقدر يعمله، يعني مش صعب ان الهاكر بالمثاليين مثلا. احنا هاكرز صح؟ ام الولد سيبيني بحالي. اليوتيوبر اللي فاهمين انا بس بشوي. اسوأ مود تشيك مش مود عشان كده انا مبهج جدا. ور الولد ده شربوا اكلات لحمه. ساعدني بأي وسيلة. لازم أعدي المدة. قفلني مش مساعد. مش عارفك في الصوت ده. حطي الموبايل هنا. مرة أخرى. استنى أول ما يجي. اشتكي أي هبل. كملتك أي هبل. انت بتكسريني ليه بسرعه؟ عايز افهم دي مش قادره تعاوني معايا. ايه مشكلتك؟ لازم توقف الفيديو عشان المتابعين مش مستنيين مش سريعة في التكتكة. احنا محتاجين يد اسرع ودماغ اسرع لحظة اكتر. تراني دايما من الاول. انا ننتاريا. يوتيوبرز انا في صراع بين الورع ده. اذا مت اعرفوا انه بسببه. انا مش عايزة استسلم ارجع لنقطة السهل.
كنت بهزمه لكنه كان مقاوم. بوقف لغاية ما هكون خلاص هدمته. خلصنا معك لا بس احنا معك لا تموت. هنعمل وضع متوسط. لا لا الغباء ده احنا كنا اصلا